الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا شريك له ولا مثل له، كل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين للناس الطريق إلى الله وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وذريته وأزواجه وأهل بيته ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا في جمعتين قبل ذلك حول إقامة هذا الدين، وقلنا بأن إقامة هذا الدين في أرض الله عز وجل وفق منهج الله رب العالمين هذه مسؤولية الخلق جميعا وعلى رأسهم أهل الإيمان، فأهل الإيمان مطالبون بإقامة هذا الدين في الأرض كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وذكرنا بعض الأمور التي تكون أسس لإقامة هذا الدين، أولها عدم التفريط في أمر من أمور هذا الدين حتى ولو كان يسيرا، فالدين كل لا يتجزأ، فمن فرط في البعض فرط في الكل، فإما أن تأخذ الدين كله وإما أن تتركه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا يا
لا يجوز للإنسان أن يختار من الدين ما يوافق هواه ويترك ما لا يوافق هواه، أو يختار من الدين ما يناسبه ويترك ما لا يناسبه، أو يطبق أمور الدين في بلد ويطبق بعضها في بلد أخرى. الإسلام ما قال ذلك، ما قال أن الإسلام الذي يطبق في بلاد المسلمين يتنافى أو يتعارض مع الإسلام الذي يطبق أو يطبقه المسلمون في غير بلاد المسلمين. المسلم هو مسلم في بلده وفي غير بلده، مسلما مؤمنا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا بد أن يأخذ هذا الدين كله ولا يفرط في جزء من الدين بدعوى المحافظة على الدين، لأن لا يمكن أن تحافظ على الكل بالتفريط في البعض. الأمر الثاني، قلنا لا يقام هذا الدين إلا بالعدل والإحسان، فالعدل أساس الملك والإحسان خلق الإسلام. والأمر الثالث الذي كنا تواعدنا عليه الاستقامة. الاستقامة هي أصل من أصول هذا الدين، والاستقامة على منهج الله رب العالمين كما عرفها علماء الأصول بأن الاستقامة لغة الاستواء والاعتدال. الاستقامة استواء واعتدال. أما الاستقامة اصطلاحا فهو الإقامة على منهج الله رب العالمين، بمعنى أن تقيم ما أمر الله عز وجل به، أن تحافظ على ما أمر الله به، أن تفعل ما أمر الله به، وأن تجتنب ما نهى الله عنه، وأن تقف عند حدود الله عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إقامة هذا الدين بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، وذلك لا يكون إلا بالاستقامة في الأقوال والأفعال والأحوال. استقامة الأقوال وفق منهج الله رب العالمين، واستقامة الأفعال وفق ما أمر به النبي الكريم، واستقامة الأحوال على منهج الله رب العالمين. هذه الاستقامة أمر بها الخلق جميعا، وعلى رأسهم سيد الأنبياء، فعندما قال له أحد الأصحاب وقد رأى في لحيته شعرات بيضاء، قال له: أراك شبت يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها، لأن الله عز وجل قال له في سورة هود آية، قال له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هو المنهج
يعني لا يظن الإنسان أنه لكونه داعية مثلا ليس مأمور بالاستقامة، أو لكونه رئيس ليس مأمور بالاستقامة، أو لكونه أمير ليس مأمور بالاستقامة، أو لكونه وزير، أو لكونه سفير، أو لكونه ملك. لا، الكل قد أمر بالاستقامة، الصغير والكبير، والغني والفقير، والكبير والصغير، الكل قد أمر بهذه الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهنا ملمح، الناس يظنون عندما يقول ربي الله خلاص من ربي الله، تحدد الآعد الآن تقول له ربك منه لك ربي الله، لكن تقول له هل تحافظ على أن تأكل من الحلال وتتعامل في الحلال وتعمل في الحلال وتسكن في الحلال وتسير في الحلال، لا تطعم أولادك حرام، لا تطعم زوجتك حرام، لا تسكن في بيت من حرام، لا تلبس لبسا يكون فيه شبه، لا تعمل عملا يكون فيه شبه، ولا يختلف الأمر. يظن أن ربنا الله بس خلاص أنا ربنا الله، كلنا بنقول ربنا الله، لكن لا مانع أن يكذب، لكن لا مانع أن لا يصلي، ويقول ربنا الله ولا يصلي، ربما لا يصوم، وربما يظلم، ربما يأكل أموال الناس بالباطل، ربما يتعامل بالربا، فما فائدة ربنا الله؟ هذا شيء من الكذب. عندما يقول ربي الله يعني أنه يسلم ذمام أمره كله وفقا لمنهج الله رب العالمين، هذا حلال أفعله، هذا حرام أجتنبه، هذا في شك أبتعد عنه، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إيمان واستقامة، ربنا الله ثم استقام. وعندما يأتي إليه رجل سفيان بن عبد الله الثقفي ويقول له يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، أنا عايز الإسلام موجز، كلمة كده يعني مش كلمة، شيء أطبقه لا أسأل عنه أحدا آخر، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم. هذه الرواية في صحيح مسلم، في السنن قل آمنت بالله ثم استقم، ورواية الصحيح أبلغ، فالفئة تقتضي الترتيب والتعقيم، يعني مش يؤمن بالله ويستقيم الأسبوع الجاي، لا، زي اللي تقول له بطل سجاير يقول لك بس ما خلص العلبة دي، لا خلاص ده زباب منه، هتلبس خمار تقول لك بس المحيك، الله ايه ارتباط الموضوع ببعض؟ آمنت بالله فاستقم. والاستقامة أيها الإخوة الكرام لا يمكن للإنسان أن يدرك ثمرتها إذا أخذ البعض وترك البعض، فهي كما قالوا الاستقامة طاعة طوعية، يعني أنت الآن جئت إلى المسجد المختار، ما في أحد لجابك ولا سحبك ولا جابك، طاعة طوعية سببها معرفة يقينية. سبب الاستقامة المعرفة بالله عز وجل، لأنك لو لم تعرف
ما استقمت. وذلك الجاهل أبعد ما يكون عن الله عز وجل، والعالم أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، كما قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. خلي بالك من القراءة، لأن بعض الناس إنما يخشى الله ويعمل الله فاعل كأن الله اللي بيخشى، لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لابد إلزام على العلماء الدعاء أن يكونوا أكثر الناس خشية لله عز وجل، لأن زعيمهم وإمامهم وقائدهم وسيدهم هو سيد الخلق الذي قال والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. ورغم ذلك قيل له في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. الآن لو قلت واحد اتق الله يقول لك أنت شايفني عن العفاريت ركبان، أنا متق الله كويس أهو، اتق الله أنت؟ لا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هذه مصيبة. اتق الله. قالوا معناه أي لست معنى أنه ما كانش متقي، لكن معناه أنك دم على تقواك لله عز وجل، أو أن الله أراد أن يخاطب الخلق في صورة الزعيم كما قال في أكثر من آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. لم يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، لو أنكم لم تراقبوه على أنه إله إذ راقبوه واتقوه على أنه مربي هو رباكم. والله خلقكم من بطون أمهاتكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا أيها النبي اتق الله، والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. هكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة طاعة طوعية سببها معرفة يقينية ثمرتها سعادة أبدية، أي في الدنيا والآخرة. لا يمكن أن تدرك ثمرات الاستقامة إلا إذا كنت تفهم الدين ككل وتدخل في الدين ككل. والبعض يصورها بتجارة، التجارة هذه تجارة مع الله عز وجل. يقول لك التجارة مش مجرد انك انت يعني تشتري وتبيع بس، لا، تجارة لها أسس ولها أركان ولها دراسة ولها أسواق ولها يعني مكاتب وإدارات، وكيف تشتري وكيف مزادات وكيف تبيع وكيف تسوق هذه التجارة، وكيف يكون عندك كذا وكيف يكون عندك كذا، والهدف في النهاية أن تربح. إن لم يكن هناك ربح فلا فائدة في التجارة. ولذلك فإن هذه الاستقامة الهدف منها إرضاء الله عز وجل، بغير أن ترضي الله عز وجل فلا فائدة. إذا كان الإنسان يستقيم ويروغ كما يروغ الثعلب، يستقيم يوم وتاني يوم يرجع تاني، يطلع الإمام خطوة ويرجع لورا خطوتين، لا يتقدم إلى الأمام. لا، الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
ولا تحزنوا. الإنسان دائما يكون بين أمرين، بين مستقبل وماضي. دائما كثير من الناس يقول لك أنا أخاف من الغد، وذلك أنا بأمن إيه؟ بأمن الأولاد. بس بأمن الأولاد وإيه؟ بأمن لهم يعني بيت حرام، هذا ليس أمان. أما اللي عايز يأمن لأولاده إيه؟ قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تربيهم على تقوى الله عز وجل، فهو خائف مما هو مقدم عليه، وفي نفس الوقت يحزن عما مضى. فهذا الرجل المستقيم تتنزل عليه الملائكة ربما عند الاحتضار، وربما في القبر، وربما بعد الخروج من القبر، وربما في هذه المواطن تقول له: لا تخف مما أنت مقدم عليه، لا تخف مما هو آت، ولا تندم ولا تحزن على ما فات. لا تخف مما هو آت ولا تحزن على ما فات. لماذا؟ لأن أمرك بيد الواحد الأحد. أنت إن كان أمرك بيد الله لماذا تخاف؟ لماذا تخاف من المستقبل وأنت أمرك بيد من يملك الكون كله؟ الكون كله ملك لله عز وجل. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. معظم الناس منزعج، تقول له بماذا؟ يقول لك من المستقبل. تقول له: انت مالك من المستقبل؟ انت مالك؟ اترك المستقبل لمن يعلم السر واخفى. انت استغل الوقت في طاعة الله عز وجل، ولن تندم ولن تندم ابدا طالما انك على طاعة الله عز وجل. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا عليك، لما يكون واحد نازل مسافر لأول مرة وجاي بلد نازل فيها لأول مرة، ولا مشتغل بالطائرة ولا مشتغل بالأكل ولا مشتغل، هو كل شغله هينزل هيروح فين؟ هيقابل مين؟ هيروح فين؟ في حد هيقابله؟ بخلاف ما يكون واحد نازل وعارف إن في واحد منتظره في المطار، متصل بيه ومرتب معاه، تيجي تقول له تاني قاعد ملبوخ ومشغول ودماغه بيضرب كده وكده، لكن التاني يقول لك في ناس منتظريني خلاص. فالملائكة تقول له: لا تخاف، لا تخاف ولا تحزن. كمان: وأبشروا بالجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. احنا ما سيبناكمش في الدنيا وبرضه مش هنسيبكم في الآخرة، بس بشرط ايه؟ الاستقامة. أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يقول: لماذا لا يمكن لنا في الأرض؟ نقول: لأننا فقدنا الاستقامة. طبعا ليس كل الناس، لكننا فقدنا الاستقامة. الله عز وجل عندما يعطي الخلق كأن العطاء يكون في إلزام، عندما يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان انتوا طوال ولو ولا عراض ولا أقوياء ولا أغنياء ولا كذا، عندهم قوة عسكرية، قوة مادية، عندهم ايه؟ لماذا؟ لماذا يا أمة محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لماذا؟ التأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثلاث حاجات هم: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا فقدتم هذه الشروط فأنتم لستم خير أمة خرجت منها.
هذا ادعاء، هذا ادعاء، زي ما اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذا ادعاء، نحن أبناء الله وأحباؤه. ماذا رد عليه؟ قال لهم: صحيح أنتوا أبناء الله وأنتوا شعب الله المختار وأنتوا الشعب اللي لا يوزن وأنتوا الأونطاجية وأنتوا كذا، لا، نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. رد الله عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم زيكم زي الناس. من أطاع دخل الجنة ولو كان عبدا حبشيا، ومن عصى الله دخل النار ولو كان شريفا قرشيا، لأن الله يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. وحضرة النبي يقول لها: يا فاطمة، يا عما، يا صفية بنت عبد المطلب، يا لا يأتي الناس بأعمالهم وتأتون أنتم بأحسابكم وأنسابكم، والله الذي لا إله غيره لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. شوف الآن، هذا عضو في مجلس الشعب، وهذا عضو في مجلس الشيوخ، وهذا عضو في مجلس مش عارف ايه، وهذا في السلك السياسي، وهذا في السلك الدبلوماسي، وهذا في الأمن، وهذا في الأمن، وهذا وما أدراك. أناس يحاسبون وأناس لا يحاسبون. لماذا؟ لماذا؟ إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه مصيبة، أن تعامل الناس بمكيالين، أو أن يعامل الناس بمكيالين، بميزانين، زي هيئة الأمم المتحدة الآن تعامل الناس بمكيالين. البشير لا، لا خارج عن القانون ولازم مش عارف ايه، لكن اللي في إسرائيل ما فيش مشكلة. نووي عند إيران، لكن نووي في إسرائيل لا. هاي معاملات كلها معاملات دنيوية فاسدة باطلة. أما المسلم فهو يعرف طريقة استقامة. آمنت بالله فاستقم، وبعد اللزوم الاستقامة، مش استقامة شهر ولا شهرين ولا سنة، لا، استقامة على منهج الله منذ الصغر. استقامة، مش استقامة للرجال بس، لا، وللشباب. حارثة عمره 16 سنة أو 17 سنة، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ذات يوم، لقيه في الطريق زي ما احنا نلقى بعضنا: كيف حالك؟ يقول لك: الحمد لله. بعض الناس يقول لك: كيف حالك؟ واحد كل ما قال له: زي الحال. يقول لي: يمكن انه مش مبسوط. زعلان من مين؟ انت زعلان من مين؟ من نفسك؟ ولا زعلان من ربك؟ ولا زعلان من الناس؟ راجل عنده 60 سنة ولما قال له: انه انت بتعمل له ايه؟ اصحاب النبي فهموا الحقيقة. كيف اصبحت يا حارثة؟ قال له: اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. ما قال: رأسي بتوجعني، ولا رجلي بتوجعني، ولا الواد ما راحش المدرسة، ولا أنا فاقد الشغل، ولا أنا سبت العمل، ولا أنا، لا لا لا، خلاص كل الكلام ده كله زي بعض، هتحصل بعضها في الآخر، بس إيه إيه ده وخلاص، ملكش دعوة. استقيموا ولم تحصوا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه معنى استقيموا ولم تحصوا؟ يعني أنت إن استقمت فلا تحصي الخير الذي يأتيك. الخير سيأتيك من كل جانب. استقيموا ولن تحصوا. سيأتيك الخير، سعادة زوجية، سعادة عائلية، سعادة في العمل، سعادة في النفس، يجمع كل ذلك الرضا بالله والرضا عن الله عز وجل. لا يكون رضا بغير استقامة، لا يمكن، لا يمكن.
يمكن أن تحصل على الرضا بغير استقامة. حتى ولو كان عندك ملايين الدولارات هتفضل تعبان، لأن مفيش رضا. عندك 5 تقول بس مشكلة البورصة اليومين دول ضيعت لي 2، ما هو مش مشغول، مفيش رضا، مفيش استقامة. لكن مع الاستقامة، اللهم لك الحمد ولك الشكر، أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، طالما أني راض عني كما قال حبيب صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أهم حاجة، الدماء تسيل من قدميه، الدماء تسيل من قدميه، وينظر إليه زيد بن حارثة، والدموع تسيل من عينيه، سيد الخلق، حبيب الحق، يرمى بالحجارة، يؤذى، يضرب، الدماء تسيل من قدميه، لماذا؟ من أجل أن يقول الناس كله لا إله إلا الله، مصيبة. يوم النبي يحب يطمنه، يقول له يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. اصبر. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه. مش دين يعني، دينه هو. إن الله ناصر دينه. على طول ينزل ملك الجبال وينزل جبريل وينزل كل يهب لنجدة الحبيب محمد. عايز ايه؟ ماذا تريد يا محمد؟ إن أردت أن نطبق الأخشبين على فعلت ملك الجبال، أجيب الجبلين على طول مع جبل ثور وجبل، أجيبهم الاثنين على مكة والطائف وانتهت. يقول له لا، حول بالك، إني لم أبعث معذبا ولم أبعث لعانا، وإنما بعثت هاديا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. من يقول لا إله إلا الله. استقيموا ولن تحصوا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شو ليه؟ اشتغلت وزعلان عشان الشغل وتعبان. لما ربنا بيغني شوية بطل صلاة، ولما يوسع عليه شوية يبطل صيام، ولما يبدأ يشتغل شغل ثاني. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. استقامة وفق منهج الله رب العالمين، ربنا الله ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال له حارثة إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال له يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. خلاص يعني الدنيا
ربما تكون مع الدنيا لكنها في يدي ليست في قلبي. فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. أنا أصبح الصبح كأن القيامة قد قامت والله قد استوى على عرشه. هذا شاب 16-17 سنة. وكأني أنظر إلى عرش، والله هذا كلام يجعل الإنسان عنده 50 و60 شابت حياته. هؤلاء الناس رباهم الحبيب محمد، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة. راجل عنده 40 سنة ولا 50 سنة، ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها ينعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها يتصايحون. ونقول له يا حارثة عرفت فالزم، عرفت فالزم، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الموصل للجنة. بعدين تأتي غزوة بدر، قاعد في المسجد يتعبد يصلي ويصوم ويزكي ويعمل حركة ذكر حتى. لا، جاءت غزوة بدر خرج يجاهد، ويأتيه سهم يأتيه، سهم يتركه 313 من أصحاب النبي، ويأتي إلى حليب ويسقط حليب شهيدا في أرض المعركة. وتأتي أمه تسأل رسول الله: يا رسول الله أخبرني عن حليب، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك فلا يرين الله ما أصنع. أجتهد عليه البكاء، مولى دنيا والآخر كفرش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، والجنة واحدة. يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. جنان في الجنة، استقامة، ملاش دعوة بالسن. شو واحد يقول لك لسه صغير بعد 20 سنة استقيم، واحد يقول لك أنا كبير بس لسه ما طلعتش على المعاش، نقول له لا، الاستقامة ملاش دعوة. استقامة في أي وقت وفي أي طريق وفي أي عمل وفي أي أرض على منهج الله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمدك ربي وأشكرك وأتوب إليك وأستغفرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وذريته وآل بيته ومن دعا لدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقامة على منهج الله رب العالمين. رجل من أصحاب النبي محمد عبد الله ذي البجالين، هذه قصة قصيرة أختم بها خطبتي، وأدعوكم إن شاء الله إلى التبرع. إخواننا في السبيرك عندهم تعمير كبير في المسجد، وإن أيدينا الأخ حيدرة عندهم تعمير في المسجد يحتاج إلى مبلغ كبير، فاليوم إن شاء الله هم يعني يسألون من إخوانهم أن يتعاونوا معهم لتعمير بيت من بيوت الله عز وجل. وهذه رسالتنا في هذا البلد، ليست رسالتنا في هذا البلد تعمير مسجد واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كل هذه المساجد هي بيوت الله عز وجل. كما يعني أناشد إخواننا الذين عندهم تعهدات بالنسبة لهذا المسجد أن يسارعوا في تسديدها، فإن هناك نقص في المبالغ أيضا يعني، بس هذا شيء وهذا شيء، تعاونات شيء وتبرع المسجد بالسبب هذا شيء. عبد الله ذي البجلين كان اسمه عبد العزة العنزي،
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو شاب، شاب صغير لم يصل إلى 20 من عمره، وهو يداوم على الاستقامة، إنه يحب أن يستمع إلى القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما أراد صحابي أن يهاجر يخرج في أثره، علمني، يقول له أمشي خلفي، يعني أمشي وأتعلم، يعني لا أقف، لأن ما الحياة لا تقف، فيمشي خلفه يقرأ، الصحابي يقرأ القرآن وهو يسمع ويتعلم، ربما يمشي يعني 10 كيلومتر ويرجع وقد حفظ آيتين أو 3، هذا عنده شيء عظيم جدا. ويقولون له يا عبد الله، ما كان اسمه عبد الله، عبد العزة، لماذا لا تهاجر مع أصحاب النبي؟ يقول هاجر وأترك عمي، أريد أن أخذ بيدي. هذا قلب المسلم ما يعرف حقد ولا يعرف جلد ولا حسد، يحب الخير للخلق جميعا. وهاجر وأترك عمي، هذه صعب، ويدعو عمه إلى الله عز وجل. هل سمعت هذا الرجل الذي هو في مكة، فعمه يعنفه ويؤنبه ويشتمه؟ مرة ثانية، هل سمعت القرآن الذي نزل عليه يقول كذا وكذا، فعمه بعد 3 سنوات متواصلة من الدعوة خلاص وصل إلى مرحلة لابد أن يقرر إما إلى اليمين وإما إلى اليسار؟ قال يا عماه، إني أريد أن أهاجر وألحق بالحبيب محمد، خلاص ما عاد شيء. والعلم ما، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قالوا، قال له عمه، أما وقد اخترت فلا بد أن أجرنك من كل شيء حتى من ثيابك. عمه اللي ينفق عليه، قال له يا عم خلاص خذ كل شيء. لا يكون الاستقامة أو لا تكون الاستقامة إلا إذا جعلت نفسك كلك لله رب العالمين، كلك على بعضه كده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. استقامة كاملة، تضحية بالنفس والمال والولد والزوجة وكل شيء من أجل عقيدة التوحيد. هذا أمر شرط أساسي، شرط أساسي لابد من تصحيح العقيدة. قال له يا عماه، أريد أن ألحق بالحبيب، قال سأجرنك بكل شيء. وقام إليه وأمسك بثيابه ومزقها، فخرج عبد الله البجلين وعبد العزة، خرج من عند عمه، وجد قطعة كده من القماش أو من الصوف، جعل قطعة منها إزار وقطعة ثانية رداء، ثم هاجر ولحق بالحبيب. فعندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عبد العزة. قال ما الذي فعل بك هكذا؟ قال عمي. قال سبحان الله، أسلم الرجل وحسن إسلامه واستقام على منهج الله رب العالمين. وفي غزوة تبوك يقول عبد الله بن مسعود، وأنا أنام في الليل قليلا سمعت من يحفر في الأرض. من يحفر في الأرض؟ من الذي يحفر الآن؟ من هو؟ قال فخرجت فوجدت أبا بكر وعمر والرسول هو الذي يحفر. فتعجبت، سبحان الله، لماذا يا رسول الله تحفر؟ لماذا تحفر؟ قال لقد مات أخوك ذو البجلين، عبد الله بن البجلين. فيقول عبد الله بن مسعود، كنت لأبي بكر وعمر، أتتركان الرسول يحفر وأنتم تغيب؟ قال أبا الرسول إلا أن يحفر قبره بيده. ثم قال ناولان أخاكم، وأخذه النبي بيده ووضعه في قبره بيده ثم غطى عليه. استقامة على منهج الله رب العالمين. تريد السعادة في الدنيا والآخرة؟ ليس أمامك إلا طريق واحد، وهو الاستقامة على منهج الله رب العالمين. اتقوا الله وأطيعوه، وتزولوا للآخرة بالأعمال الصالحة، واعلموا أن الدنيا فانية وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فخذوا منها بقدر ما تقتضيه ظروف حياتكم، واعلموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة إجابة،
فادعو الله معي لعلها تكون هذه الساعة. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداءنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع اللهم مكتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واقض حوائج المحتاجين وسد الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، ولا تصرفنا من جمعنا هذا إلا مستورين مغفورا لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوم، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروم. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا بفضلك يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم احفظنا في أولادنا، واحفظنا في بناتنا، واحفظنا في أزواجنا، واحفظنا في إخواننا. اللهم احفظهم بالإسلام قائمين، واحفظهم بالإسلام قاعدين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة. الإخوة يتقدمون الأمام.